السلام عليكم. بدنا نحكي اليوم عن جهاز جي سي ام فيكسد وايرلس تيرمينال. هذا الجهاز شو شغلته وليش هو بيحطوه وشو بيستخدمه؟ اول شيء هذا الجهاز هو عملية تحويل من خط التليفون الجوال لخط ارضي، يعني من خط السيم تبع الجوال لخط الارضي. طبعا اول شيء بيجي معه كتالوج تبعه، وهي الجهاز هلا بنشوف الجهاز. طبعا هون بيكون في هاي الليدات، ضوء للباور، ضوء لإشارة السيم، ونقطة الشبكة قديش قوة الشبكة بالجهاز. طبعا هلا هذا الجهاز بيجي معه مدخل باور هون، مخرج تليفون أول والثاني، جاكة اون اوف طبعا، وجاكة للقانطين. هذا أكتر شي بيستخدموه في حال بدنا نحول خط سيم جوال لخط ارضي مشان نوصل على المخزن الهاتف، او في حال نوصل على خطوط الانذار للسرقه والحريق كرمال يعمل اتصال هاتفي. طبعا هون بنحط السيم تبع الجهاز مثل ما شايفين عنا. اي جهاز جي اس ام فيكسد وايرلس تيرمينال، الاغراض اللي بيجوا معه شاحن 12 فولت 1 امبير، بيجي معه القانطين هي الهوائي تقريبا طوله 3 امتار حتى نلاقي افضل نقطة يكون فيها الشبكة، وهي خط التليفون. طبعا ما في له برمجة نهائية، مجرد ما نحن وصلناه بالكهرباء مباشرة رح يضوي الضوء بعد ما نكبس باور اون، رح يضوي الضوء عنا وحيعطينا مباشرة كم نقطة، يعني قديش نقطة الشبكة الاتصال. طبعا الجهاز كتير عملي وكتير مفيد وكتير لازمنا بأجهزة الاتصال، بأجهزة الإنذار السرقة والحريق والمقاسم الهاتفية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع والسلام.